يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يقال دعاء السفر؟ هل هو من حين مفارقة البنيان؟ يقول إذا ركب، ولو في بيته، إذا ركب سيارته بيسافر يقول دعاء السفر. إذا ركب وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذ استويتم عليه، يعني إذا ركبتم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فيقول الدعاء إذا ركب في بيته أو في الشارع أو بعد ما يخرج من البلد. نعم.